هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبعد قليل بإذن الله نقل وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة الفرنسي باتريسا كارتيرون مع أعضاء الجهاز الفني المعاون كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، والكابتن سامي أمصان المدرب المساعد، والكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، ومايكل ليندمان مخطط الأحمال ومساعده حسين عبد الدايم، وأحمد حسين المترجم، وسيمو محلل الأداء، والأسيست فيديو الخاص بالجهاز الفني، وباقي أعضاء الجهاز الطبي والإداري في قطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. هو مؤتمر صحفي مهم جدا، خاصة أنه بيأتي قبل سفر الفريق ب 24 ساعة إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا استعدادا للمرحلة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي، وبنشكر كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي بيشاركونا النهاردة في أول مؤتمر صحفي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. الحقيقة كان مفترض أن ميعاد المؤتمر ده يكون عقب التعاقد الرسمي مع السيد باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، لكن أكيد حضراتكم زي ما تابعتوا نظرا لضيق الوقت وبداية معسكر اسكندرية اللي انتهى من أيام قليلة تأجل المؤتمر للنهاردة. والحقيقة الجهاز الفني كابتن محمد يوسف والسيد باتريس كارتيرون وكل أعضاء الجهاز كانوا حريصين أن يلتقوا مع حضراتكم ويتواصلوا مع السادة الإعلاميين والصحفيين، لأن عندنا قناعة كاملة ما فيش نجاح من غير إعلام. الإعلام قاسم مشترك في كل النجاحات في كل المؤسسات الرياضية. خليني أقول لحضراتكم في البداية أعيد تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي اللي تولى المسؤولية، واللي احنا إن شاء الله بنتمنى له كلنا التوفيق وكلنا خلفه وكلنا مساندين ليه كأعضاء وكجماهير وكإدارة وكلجنة كورة وكمجلس إدارة، كلنا مساندين لهذا الجهاز اللي احنا بنعقد عليه أمال كبيرة إن شاء الله أن يحقق طموحات كل الأهلوية على كافة المستويات سواء المستوى المحلي أو المستوى القاري. تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي الجديد، سيد باتريس كارتيرون مديرا فنيا، كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، كابتن سامي أمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، السيد ليندمان مدرب الأحمال، كابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال، كابتن وسام صفوت سيمو محلل الأداء، كابتن سمير عدلي مدير إداري. والحقيقة كنا نتمنى كابتن سمير عدلي يكون موجود معنا النهاردة، لكن نظرا لسفره صباح اليوم إلى كرواتيا لتنظيم معسكر الإعداد الخارجي اللي إن شاء الله هيبدأ بكرة في كرواتيا تعذر وجوده معنا في هذا المؤتمر. الراجل بيبذل مجهود كبير الحقيقة على كل المستويات. معنا برضو في تشكيلة بقى الجهاز الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، الأستاذ عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. طبعا في تفاصيل كتيرة في تشكيل الجهاز الفني، لكن هذا شأن داخلي يخص الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، شأن داخلي. خلينا في البداية نسمع نستمع إلى كلمة الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. كابتن يوسف اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية طبعا بحب ارحب بكل السادة الحضور اللي شرفونا النهاردة وكانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين معنا في المؤتمر الصحفي اللي بنقدم فيه الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي. يعني طبعا كلمة صغيرة، انت وحشتوني، انا كنت هنا من 4 سنين لكن المكان هو بيتي من 81. عايز اقول ان انا بشكركم جدا على كل واحد كان حريص ان هو يكون معانا النهارده. زي ما قال الاستاذ جمال ان احنا كنا بنامل ان كنا نعمل ده اول ما مستر كارترون جه وحضر ووقع العقد، لكن طبعا لضيق الوقت وكان عندنا معسكر خارجي. اللي انا عايز اكد عليه طبعا هو دور السادة الاعلاميين كلهم، بنحترمهم جدا وبنقدرهم، ودايما لابد ان نعترف
ودي حقيقة ان دور الاعلام في تاريخ النادي الاهلي دور كبير جدا، وايضا في تاريخ المؤسسات الرياضية بالكامل بيلعب دور كبير جدا. فلابد ان انا اكد تاني الاحترام الكامل للجميع والشكر الكامل للجميع الحضور، ونتمنى ان شاء الله ان يعني ان على طول يبقى في تواصل من اجل طبعا انجاز اعمالكم، وفي نفس الوقت كمان انتوا هتبقوا مساعدين لينا في تحقيق او انجاز او توفير المناخ الطيب اللي احنا نقدر نبقى مركزين فيه. انتوا عارفين النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي والفريق الاول بالتحديد كمان بيبقى دايما قافل عن نفسه، بيبقى دايما مركز، دي بتلعب دور كبير جدا في تحقيق البطولات وانتوا عارفين كده. لكن في نفس الوقت احنا بنساعدكم برضو على تحقيق الشغل بتاعكم وتحقيق الاهداف اللي انتوا بتبقوا عايزين تحققوها. عايز برضو نقطة مهمة جدا، انا مستر كارترون طبعا دلوقتي قضيت معاه فترة من ساعة يعني تقريبا داخلين على شهر. عايز اقول طبعا مستر كارترون غني جدا باسمه وبسيرته الذاتية، فاز ببطولة افريقيا مع نادي مازيمبي والتاني عالم، بالاضافة طبعا ليه حصل على مع منتخب مالي على ثالث افريقيا امم افريقيا، ليه انجازات كبيرة جدا كمان حتى مع اندية اخرى، درب في وادي دجلة ودرب في النصر ودرب في نادي فونيكس في امريكا. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو عمل حاجة لابد ان احنا كلنا نقف امامها. وانا شخصيا اول ما جيت واشتغلت معاه اول حاجة قبل ما اتكلم معاه في اي حاجة انا شكرته، دفع الشرط الجزائي للنادي الامريكي، ومش عايز اقول رقمه لانه رقمه كبير جدا، عشان يجي النادي الاهلي. واول حاجة قالها لي قال لي انا سعيد جدا وما قدرتش، لما عرفت عرض النادي الاهلي انا ما فكرتش، حطيت الشرط الجزائي وعملت التذكرة وجيت. فانا حبيت اشكره قصادكم، وطبعا انتوا هتتواصلوا معاه وهتتكلموا معاه وهيبقى في تواصل مع الاسئلة بقى من خلال الاسئلة يعني. النقطة برضو اللي عايز اكد عليها ان احنا كجهاز فني النادي الاهلي، وطبعا ده بتدعيم من مجلس الادارة ومن لجنة الكورة، بدعمونا في المساندة الكاملة لينا في توفير كل الاجواء اللي تساعدنا ان احنا ان شاء الله نحافظ على مكانة النادي الاهلي الطبيعية، هي المكانة اللي متعودين عليها كلنا واللي احنا عارفينها، هو رقم واحد جميع البطولات اللي احنا بنشترك فيها. فدي مهمة جدا ان انا اوجه الرسالة ايضا لجمهور النادي الاهلي. كلنا طبعا عارفين، كلنا في المجال عارفين الظروف والاجواء اللي بيعيشها حاليا الوسط الرياضي، وايضا اللي بيعيشها ظروف النادي الاهلي، ولكن احنا رهنا الاول ودائما وعبر التاريخ من 1907 حتى الان كل واحد بيجي بيلعب فترات وبيبقى مسؤول او بيلعب فترة وبيبقى بيعتزل بعد كده بيتجه لاي مجال هو عايز يتجه ليه، لكن يبقى دور الجمهور النادي الاهلي هو الرقم واحد. فدي برضو حاجة بحب ان انا انوه عليها في مؤتمرنا، ان انا بوجه كلمة للجمهور وبوعده ان احنا ان شاء الله هنبقى عند حسن ظنه دائما، هنبقى لعبنا وهدفنا على رقم واحد اللي هو المركز المفضل للنادي الاهلي. فنتمنى وبنعمل وبنبذل مجهودين طبعا، ده من خلال مجلس الادارة بيبذل كل الجهود ان جمهور النادي الاهلي يعود تاني لمكانه الطبيعي في الملعب. وكلنا عارفين كويس قوي قد ايه الجمهور لما بيبقى موجود في استاد القاهرة او اللي هو الملعب الطبيعي بتاعنا او برج العرب او اي استاد لعبنا عليه، قد ايه هو بيلعب دور اساسي ودور كبير جدا في تحقيق بطولات النادي الاهلي. نقطة تانية برضو كنت عايز اكد عليها، وهي ان احنا كنادي اهلي لابد ان نعترف ان احنا بندعم ولينا دور كبير جدا من خلال المنظومة الرياضية بتاعتنا في التأثير في مؤسسات مختلفة في الرياضة في مصر. ودايما احنا بأكد تاني ان احنا من خلال حتى المنتخب يعني نقطة لابد ان ننوه عليها ولابد ان نذكرها، ان احنا اكتر
فريق يملك لاعبين في منتخب مثل كاس العالم، عندنا 6 لاعبين مثلوا منتخبنا في كاس العالم، وده شرف لينا ان 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 ما فيش نادي في الانديه الدول اللي مثلت مصر اللي مثلت كاس العالم دولها في كاس العالم فريق بيشارك ب6 لاعبين، طبعا بالاضافه لبعض اللاعبين اللي كانوا يستحقوا عندنا ان هم يكونوا موجودين، لكن طبعا يبقى وجهه نظر الجهاز الفني للمنتخب، لكن لاعبين يملكوا خبره ويملكوا من الخبرات ومن الكفاءه ان هم كانوا يتواجدوا مع كاس العالم، لكن احنا في النهايه بنحترم اراء الجهاز الفني للمنتخب. النقطه الاخيره طبعا واللي عايز اكد عليها هي ان احنا ان شاء الله بعد رجوعنا من معسكر كرواتيا هنرتب، طبعا هيبقى فيه استراتيجيه وهنرتب لقاء ان احنا كيفيه التعامل مع الاعلام، ودي مهمه جدا لان انا زي ما قلت في بدايه كلامي الاعلام ليه دور مهم جدا في بطولات النادي الاهلي وفي مسانده النادي الاهلي، فيبقى ان احنا لازم نوفر له الطريقه اللي يقدر ينجز بيها اعماله وينجز بيها شغله، ولكن في نفس الوقت هو ايضا هيبقى حريص علينا ان احنا دائما نبقى يعني تعاون مشترك ما بيننا، لان في اوقات بيبقى مهم جدا ان احنا يعني نقفل عن نفسنا، وخصوصا في الفتره الحاليه لان فتره مهمه جدا وفتره الكلام فيها كل ما قل كل ما هيبقى المصلحه العامه احسن. انا مره تانية بشكركم، بشكر كل الساده الحضور، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نكون عند حسن ظن الجميع، عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، اللي انا بقول الفتره القادمه الرهان الاول على جمهور النادي الاهلي ومساندته لفريقه ومساندته للنادي، لان طول عمره هو الركيزه الاساسيه في الحصول على البطولات على مدار من 1907 ل 1918 111 سنه. بشكركم تاني و ماشي نشوف بقى كلام الاستاذ جمال. شكرا للكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. الكلمه الان للسيد باتريس كارتيرون المدير الفني للاهلي فليتفضل، والاستاذ عمرو محب مشكورا هيقوم باعمال الترجمه. تفضل حضرتك. النهارده انا راجل سعيد، راجل سعيد. Heureux de revenir en Afrique. سعيد نرجع تاني لافريقيا. Heureux de revenir en Égypte. Heureux de revenir en Égypte. وارجع مصر مره تانيه. Et heureux et fier d'être le nouveau coach d'Al Ahly. وسعيد ان اكون الكوتش الجديد للنادي الاهلي. Comme Mohamed vient de le dire, زي كابتن محمد يوسف قال. Al Ahly s'est présenté pour moi c'est il y a des clubs dans le monde qui comptent et Al Ahly pour moi qui aime l'Afrique et le club où j'ai toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, j'y suis. زي كابتن محمد يوسف ما قال، نادي الاهلي ده كان فرصه كبيره جدا بالنسبه لي وانا سعيد اني موجود فيه، وكان حلم بالنسبه لي اكون في نادي كبير زي النادي الاهلي. Avec pour moi les avec trois objectifs, trois motivations. عندي 3 اهداف. C'est les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé. الحاجات اللي اداهم لهم اللعيبه بتاعتهم وقت لعبته وقت ما وصل مصر. En 1 نمره 1 النتائج. En 2 2 النتائج. Et en 3 les résultats. النتائج. Le reste quand on est à la ligue c'est de la parlotte, on parle pour rien. غير كده لما نكون في الاهلي لو قلنا اي حاجه غير النتائج يبقى بنتكلم كلام مش مظبوط. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble du club pour l'accueil dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée. بشكر اسره نادي الاهلي الاستقبال الحار اللي حطوني بيه من وقت ما وصلت مصر. Que ce soit les membres du board. اعضاء مجلس الاداره. Que ce soit les gens du secteur administratif qui nous permettent au quotidien de travailler dans de très bonnes conditions. الفريق العمل الاداري اللي بيخلونا دايما نشتغل في ظروف كويسه. Je suis très heureux également du staff que Mohamed a choisi et mis en place. انا سعيد جدا بالجهاز الفني اللي كابتن محمد يوسف اختاره. Un mélange d'expérience. مزيج من الخبرات. Avec Michael. مع مايكل معانا وكابتن محمد يوسف. Et un mélange de jeunesse également. ومزيج من الشباب
كابتن سامي وبشكر الجهاز الطبي والدكتور للشغل الكويس مع الفريق ainsi que tous les gens qui travaillent autour de nous. وكل اعضاء فريق الجهاز الفني والاداري. L'objectif pour moi est simple. الهدف بالنسبه لي سهل. Gagner, gagner et encore gagner. اكسب واكسب واكسب. On est dans une situation difficile aujourd'hui. احنا في موقف صعب اليومين دول في الشامبيونز ليج. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. لازم يبقى عندنا جرأة ان احنا نقبلها. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. وعندنا برضو كون عندنا النخوة والغرور ان احنا نعتز بنفسنا وما نقبلش الوضع اللي احنا فيه. J'ai pas de secret. ما عنديش اسرار اخبيها عليكم. Je suis quelqu'un de passionné. انا حد بحب الكورة. Un gros travailleur. بحب اشتغل الاخر اشتغل لاخر لحظة. Je suis quelqu'un qui aime ses joueurs comme ses fils. بحب اللاعبين بتوعي كأنهم أولادي بالضبط. Mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. لكن برضو ببقى شديد عشان احقق الرغبة اللي عايز احققها. Depuis que je suis arrivé, je mange à la lit, je bois à la lit, je dors à la lit. من وقت ما وصلت وانا باكل في الاهلي وبشرب في الاهلي وبنام في الاهلي. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à la lit. وما فيش لحظة بتعدي من غير ما افكر في الاهلي. J'ai juste besoin de sortir dans la rue pour comprendre que je suis le coach d'Alali. ولو انا فكرت ما فكرش في الاهلي لازم اخرج في الشارع عشان افتكر تاني ان انا مدرب فريق كبير زي الاهلي. J'ai eu la chance par le passé d'être dans un autre club africain avec beaucoup de passion. انا برضو كان في تاريخي كان عندي حظ ان اكون مع فرقه كبيره برضو زي الاهلي ليها جماهيريه. Je sais qu'il y a beaucoup de passion ici et وانا عارف قصده على مازيمبي يعني وهنا طبعا عارف هي نفس الحاله بالظبط. Et inutile de vous dire à quel point je suis motivé pour ramener toute cette passion et tout cet enthousiasme dans les rues du Caire dans quelques mois. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم قد ايه انا عندي الاراده وعندي الطموح ان انقل الحاله الحماس اللي انا فيها دي للشوارع المصريه بعد كده لجماهير الاهلي. شكرا. شكرا. شكرا للسيد باتريس كارتيرون المدير الفني. الفقره الحاليه خاصه باسئله الزملاء هنطرح على الساده بعض الأسئلة اللي جات لنا هنحاول نوفي بكل الأسئلة طبعا نجاوب عليها. في سؤال خاص في البداية للكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف بيقول لك بعد أحد الزملاء بيقول لحضرتك بعد إعلان قائمة الأهلي امبارح هل هناك لاعبين سيتم بيعهم أو إعارتهم في الفترة اللي جاية؟ طبعا احنا من اول يوم طبعا كان في تواصل مع لجنه الكوره والرؤيه اللي احنا اشتغلنا بيها وتاني بكررها احنا كجهاز فني حاليا احنا ما عندناش اي نيه خالص لبيع اي لاعب وانا اعلنتها قبل كده وقلت ان احنا هدفنا الاول هو هدف كبير جدا محطوط قصادنا هو بطوله افريقيا ونفس الموقف اللي احنا فيه ده حصل قبل كده في 2013 بننهي موسم وداخلين على بطولة أفريقيا برضو فبأكد تاني برضو المرة دي احنا هدفنا بطولة أفريقيا وبالتالي لابد ان انا احافظ على العناصر اللي عندي بشكل كامل ويبقى كل تركيزي حاليا هو البطولة بطولة أفريقيا ده الهدف بتاعنا الأساسي ومن هنا طبعا لابد ان انا احافظ على الليستة بتاعتي او القائمة بتاعتي اما في بعد كده مستقبلا ما يتراءى للجهاز في المستقبل ده وارد لاي حاجة لكن انا بتكلم حاليا احنا ما عندناش اي نية لبيع اي لاعب خلال المعسكر من خلال بعد كده عندنا داخلين هنرجع على مباراة افريقيا 17 تاونشيب ثم بعد كده العودة تاونشيب في بوتسوانا 28 فاحنا متمسكين بجميع لاعبينا وكل تركيزنا في المعسكر القادم اللي هو هيبقى يبدا بكره ان شاء الله هو ان احنا نحقق اكبر قدر من الاستفاده على اساس ان احنا نخش في الاجواء ونبقى جاهزين ان شاء الله على المباراه الاولى بتاعه افريقيا اللي هي يوم 17 في برج العرب ان شاء الله. في سؤال للسيد باتريس كارتيرون. في احد الزملاء بيسال حضرتك هل حضرتك حسمت اللاعبين اللي هينضموا للقائمة الأفريقية خاصة إن النادي الأهلي لا يملك إلا أربع أماكن باقية فقط؟ أه
On est en train d'y travailler. Il nous reste quelques jours, comme vous le savez. احنا شغالين على الموضوع ده لسه فاضل كام يوم زي ما انتوا عارفين. J'ai aujourd'hui, on a décidé avec Mohamed de rajouter Mohamed Zakaria sur la liste. النهاردة قررت مع كابتن محمد يوسف ان نحط كابتن مؤمن زكريا في القائمة بتاعت افريقيا. Également, j'ai dans l'idée d'un renfort qui pourrait arriver dans quelques jours, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais voilà pour l'instant. Mais ممكن يكون في حد يجي بعد كده يعني مش هينفع اتكلم في اكتر من كده بس يمكن يكون في حد بعد كده بس لسه ما فيش حاجه مقرره يعني. Il me restera ensuite quelques jours avec le retour des internationaux pour décider de la bonne gestion des deux dernières places CAF pour qu'on ait un effectif complet. هستنى طبعا عودة لعيبة الكلمة عن المنتخب لعيبة الدوليين عشان رئيس الموقف يقرر مين اللي هيكمل ومين اللي هيتحط في القائمة أو مش هيتحط عشان باقي المسابقة. السؤال اللي بعد كده برضه باتر السيد بارتس كارتيرون أحد الزملاء بيسأل حضرتك هل طلبت من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين جدد في المرحلة الحالية؟ Oui, encore une fois, le board et Captain Mohamed Youssef m'ont donné la possibilité de recruter si j'estimais qu'on en avait besoin. Ça a été assez simple dans la mesure où le constat sur les choses améliorées concernant l'équipe était le même. Donc on va effectivement chercher à renforcer. Ça a été un des facteurs de dame le فريق باللعيبه الثانيين. Voilà. OK. السؤال اللي بعد كده برضه خاص بالسيد باتريس كارتيرون احد الزملاء بيسال حضرتك بيقول لك جماهير الاهلي بتحملك مسؤوليه كبيره في هذا التوقيت لانها لا تعرف الا البطولات. تعليقك ايه؟ Comme je l'ai dit, je me considère comme un coach aujourd'hui heureux. J'ai eu la chance en tant que jeune coach de gagner beaucoup de titres et d'avoir beaucoup de succès. Et j'ai conscience qu'Al-Ahly est le plus grand club d'Afrique et un des plus grands clubs au monde. J'aime vivre avec cette pression. J'aime sentir cette passion. Ça me pousse moi-même à donner le meilleur de moi-même et à donner encore plus au quotidien. Donc je veux juste que les fans soient sûrs que je vais vraiment donner tout ce que j'ai à donner pour qu'on aille chercher de nouveaux titres. السؤال برضو خاص بالسيد باتريس كارتيرون بيقول هل تم الاستقرار على طريقه لعب وهل الاهلي هيغير طريقه لعبه الحاليه؟ J'ai surtout envie de donner aux joueurs la possibilité que l'équipe soit capable de changer parfois en cours de match de système de jeu. انا بشتغل دلوقتي الفتره دي ان اخلي اللعيبه تبقى مؤهله ان ممكن تغير طريقه اللعب خلال الماتش نفسه. L'équipe joue depuis plusieurs années dans le même système de jeu. Mais il me semble important d'être capable, en fonction des circonstances, en fonction des adversaires, de changer pour perturber nos adversaires et être encore plus fort. La période que l'on vient de vivre avec les joueurs est une période très courte qui est pour moi une période d'observation. On vient de jouer deux matchs amicaux avec deux systèmes de jeu différents. L'objectif pour moi, c'est vraiment qu'on soit plus efficace dans les semaines à venir, quel que soit le système de jeu. سؤال للكابتن محمد يوسف في أحد الزملاء بيسأل حضرتك ردك إيه على العروض الكتيرة اللي تناولتها بعض وسائل الإعلام للاعبي الأهلي في الأيام اللي فاتت؟ طبعا طبيعي جدا يعني انا باكد نادي الاهلي حاليا في احسن لعيبه في مصر وانا بقولها طبعا وعندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا احنا بنملك احسن لاعبين في مصر حاليا
فطبيعي جدا ان هيجي عروض وده حاجة طبيعية، لكن انا في نفس الوقت بأكد تاني ان احنا حريصين على البقاء على جميع اللاعبين. انا حاليا مفيش اي تفكير بالنسبة لي الا الحصول على البطولات، واول بطولة هتقابلنا بطولة السوبر، ثم بعد ذلك ان شاء الله ربنا يوفقنا ونمشي بشكل كويس نعوض فرق النقطة اللي احنا حاصلين عليها في دوري المجموعات. حاليا حطنا في المركز الرابع، فبنحاول ان شاء الله ان احنا نحسن ونتصدر المجموعة عشان هدفنا هو بطولة افريقيا. ومن هذه النقطة طبعا انا بأكد تاني ان احنا حريصين على الابقاء على جميع اللاعبين، وبأكد مهم جدا ان احنا نعرف النادي الاهلي نادي بطولات. بالنسبة لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل القائمين على العمل والمسؤولين في النادي الاهلي، هتبقى اغلى كتير جدا من ملايين. ورغم ذلك انا بقول مفيش مشكلة في الجانب الاستثماري، برضو احنا سباقين، وهتلاقي اعلى ارقام اتباع بيها لعيبة اتباعت من النادي الاهلي ومن جوه ملعب النادي الاهلي. فانا بأكد تاني ما عنديش مشكلة، لكن لا يتضرب مع المصلحة بتاعتي وهي الوصول للأهداف اللي أنا حاططها. والوصول للأهداف اللي أنا حاططها مهمة جدا إن إحنا نسعى ونوفر كل السبل، وفي نهاية التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن بتاخد بالأسباب وبتوفر السبل والإمكانيات اللي تخليك توصل للقب أو الهدف اللي أنت حاطه. فبأكد تاني إن إحنا بنحترم كل العروض المقدمة، لكن في نفس الوقت برضو بأكد احنا بنملك لاعبين على اعلى مستوى في مصر قادرين ان شاء الله ان يحققوا الاهداف اللي هي مطلوبة منهم، وهو الحصول على البطولات ان شاء الله في الفترة القادمة. سؤال تاني للكابتن يوسف، احد الزملاء عايز يعرف من حضرتك تفاصيل معسكر كرواتيا وعدد المباريات اللي هيلعبها الاهل هناك. طبعا معسكر كرواتيا يعني اتحقق وترتب في وقت اعجاز، لكن الحمد لله ان نملك طبعا جهاز اداري على اعلى مستوى بقيادة طبعا الكابتن سمير عدلي، وعايز اشكره طبعا رغم ان هو مش موجود النهارده، كنت اتمنى هو يكون موجود، لكن قررت ان هو يسبقنا لكرواتيا على اساس ان يرتب كل الترتيبات ما يبقاش في اي مفاجآت للبعث. المعسكر طبعا هيبتدي من بكرة على طول فور وصولنا، هيبقى فيه طبعا طبقا لرؤية مستر كارتيرون اذا كان عايز يعمل تمرين مسائي، يتخللوا مباراتين مهمين جدا مع رابع الدوري الروسي فريق كراسندور، دي هتبقى يوم 9، والمباراة الأولى يوم 6 مع بطل الدوري السلوفاني، بطل وكاس الدوري السلوفاني. المباراتين دول هم بشكل كبير جدا طلبهم مستر كارتيرون من خلال المعسكر، على أساس أنه هو يقف على حالة اللاعبين كلهم، بحيث أن احنا إن شاء الله عودتنا يوم 10 هنبقى تركيزنا كله في الاستعداد لمباراة تاونشيب يوم 17 إن شاء الله في برج العرب. فالمعسكر ده إن شاء الله نطلع منه بالإفادة أو الاستفادة العالية جدا، نوصل لاعبتنا الأعلى معدل من الناحية البدنية أو الناحية الفنية، الناحية جميع النواحي اللي أنت بتجهز فيها لاعبتك، بحيث إن شاء الله مباراة تاونشيب دي لازم نكون واصلين لقمة كل واحد في الجاهزية بتاعته، لانها مباراه لا تقبل القسم على اثنين سواء هي او العوده كمان. اتمنى ان شاء الله التوفيق. يعني في سؤال خاص بالسيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء بيسال بيقول لك النادي الاهلي تحت القياده الفنيه السابقه لم يحصل الا على نقطه واحده في دوري الابطال، هل فريق الاهلي حاليا قادر على استكمال المشوار الافريقي معك وتعويض فرق النقاط؟ C'est l'objectif prioritaire. ده طبعا هدفنا الكبير.
C'est pour ça, comme Mohamed vient de le dire, qu'on a considéré que deux stages, un à Alexandrie et un en Croatie, étaient nécessaires pour permettre à l'équipe d'élever son niveau. On va récupérer nos internationaux dans quelques jours. Mais on avait aussi besoin de préparer les autres joueurs parce qu'on ne sait pas encore comment vont être ces internationaux. Est-ce qu'ils vont être prêts pour le premier match ? Mais l'objectif, quel que soit le nombre de points qu'on a actuellement, c'est de se qualifier pour la suite de la compétition en Champions League. أكيد عندك رسالة عايز توصلها لجمهور النادي الأهلي من خلال هذا المؤتمر. Le premier message déjà c'est de les remercier. J'ai senti beaucoup de générosité, beaucoup de passion, beaucoup d'amour lors de mon arrivée. بشكرهم على كرم الاستقبال والاستقبال الحار اللي استقبلوني بيه وقت ما وصلت. Et je tiens vraiment à leur dire qu'on a beaucoup de respect pour eux. وعايز اقول ان احنا كجهاز بنكن لهم احترام كبير للجماهير. Et que la seule motivation que le staff et moi avons en ce moment c'est de leur rendre tout cet amour par de très bons résultats. واحنا متحمسين جدا ان احنا نشكرهم على حبهم ده بنتائج كويسه نحققها. Merci. شكرا. سؤال برضو تاني السيد باتريس كارتيرون. أحد الزملاء بيسأل حضرتك انطباعك عن فريق الأهلي بعد معسكر اسكندرية وعن لاعيبة النادي. Mon ressenti c'est qu'on a des joueurs de talent. إحساسي إن عندي لاعيبة موهوبين في الفريق. Qui pour moi ne sont pas encore prêts pour être ultra compétitifs pour faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui on est à égalité avec 5-6 autres équipes pour aller chercher un titre en Champions League. Mais sur ce que j'ai vu, on doit réellement élever notre niveau pour aller chercher le sacre. سؤال للكابتن محمد يوسف أحد الزملاء بيسألك آخر تطورات الموقف بالنسبة للاعب وليد أزارو بعد العقوبة اللي وقعت عليه امبارح. موضوع بسيط جدا أنا شايفه لو هنتعامل معاه بنظام النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي أنا عندي نظام النظام ده غير قابل طبعا للنقاش في تطبيقه. لاعب غاب بدون إذن وبالتالي اتخذت عليه العقوبة اللي طبقا للائحة. أنا عندي معظم الأسئلة مكررة. نستأذن السادة أعضاء الجهاز المعاون يتفضلوا على المقصورة في صورة تذكارية مع السيد باتريس كارتيرون والكابتن يوسف. أعضاء الجهاز يتفضلوا على المقصورة صورة تذكارية.